مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقه شم النسيم امبارح وتكونوا كلكم يعني احتفلنا جميعا باعياد شم النسيم سعيده. نرجعنا الشغل تاني بقى والحياه، والنهارده عندنا حلقه جديده من هنا الشباب، الحلقه الثالثه في الشهر الثاني. بكره الاسبوع اللي قادم هو الفاينل من الشهر الثاني، وكل ده الفائز من الفاينل الاولاني والفاينل الثاني والفاينل الثالث هيكونوا في الجراند فينالي اللي هيكون ان شاء الله ليله رمضان باذن الله. غدا عندنا حلقه كامله من هنا الستات عن الحق في التعليم او الحرمان من التعليم، ازاي ان في اسر مصريه وقرى مصريه كامله بتحرم بناتها من التعليم، اما بيتسربوا او اما بتحرمهم من التعليم نتيجه ضغوط، نتيجه الجواز المبكر، نتيجه ان الولد هو اللي يتعلم والبنت ما تتعلمش. الحق في التعليم هو حق يعني دستوري منصوص عليه في الدستور، هو حق للولد وللبنت، للرجل وللمرأة، خاصة انه المرأة جزء مهم جدا من المجتمع، هي الام، هي كثير من 18% من الاسر المعيلة بتقودها امرأة. اذا قضية التعليم قضية مهمة جدا. بكرة عندنا حلقة مهمة من اولها لاخرها عن الحق في التعليم، او الحقيقة ان احنا يعني هنناقش مشكلة الحرمان من التعليم. لكن خلونا نبدأ بأخبارنا، وأخبارنا هنبدأ بالاقتصاد. كنا من يومين اتكلمنا على قضية التضخم وقلنا إنها القنبلة الموقوتة التي يجب أن تواجهها الدولة ويجب أن تواجهها الحكومة، وإن القضية مش فقط قضية الإرهاب ولكن التضخم وارتفاع الأسعار اللي بياكل مدخرات المصريين واللي بيؤثر على الإنتاج وبيؤدي إلى ركود السوق. هو ده القنبلة الموقوتة اللي لازم نواجهها ولازم السياسة النقدية تواجهها. وقلنا ايضا انه مجموعه الوزراء، وزراء المجموعه الاقتصاديه، هيروحوا واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين للربيع، وان الطلب الاساسي اللي هيكون من هذه المؤسسات هو مواجهه التضخم. مواجهه التضخم ازاي؟ عن طريق رفع سعر الفايده. هيكون واضح بالنسبه للسيد محافظ البنك المركزي وبالنسبه للمجموعه الاقتصاديه كلها ان في ازمه فيما يتعلق بالسياسه النقديه، وانه رفع سعر الفايده بالنسبه لصندوق النقد والبنك الدوليين هو احد السبل المهمه الان لتخفيض التضخم، وانه يساعد الناس على ان يكون لهم دخل اخر، وانه يقلل الاسعار عن طريق طبعا تقليل المعروض النقدي في السوق وتقليل الطلب كمان، فبالتالي رفع سعر الفايده بالنسبه لهم مهم جدا، وده احد ادوات المركزي او السياسه النقديه المفروض انها تتعامل معاها. النهارده صدرت الارقام أو التوقعات من صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يسمى بتقرير آفاق الاقتصاد. التقرير ده بيصدر متزامن مع اجتماعات الربيع، وفي هذا التقرير اتفاق تام مع ما قلناه من يومين وما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. صندوق النقد والبنك الدوليين خفضا من توقعاتهم بنمو الاقتصاد المصري اللي كانوا فيه متفائلين، لكن هم تراجعوا عن هذا التفاؤل واصبح تفاؤل حذر. كمان هم حذروا في هذه التقارير من التضخم، التضخم اللي احنا قلنا من يومين انه القنبلة الموقوتة. النهاردة صندوق النقد والبنك الدوليين في تقرير افاق الاقتصاد العالمي وبالذات المصري بيزودوا من توقعاتهم بالتضخم، وبيقولوا ان التضخم عالي اكتر كتير من توقعاتهم، ارتفاع الاسعار يعني زاد اكتر كتير من توقعاتهم، وان النمو اقل كتير من توقعاتهم. خلونا نشوف الارقام. بنتكلم على العام المالي 2016-2017 اللي احنا فيه دلوقتي، هم كانوا متوقعين التضخم 18.2%، الآن بيتوقعوا ان السنة هتقفل على 22%. 22% يا جماعة ده رقم كبير جدا، الرقم السنوي. احنا لما بنقول ان احنا مارس كان 32% ده على اساس شهري، يعني سنوي على اساس شهري، طبعا يعني هو معقد شوية، لكن في النهاية احنا بنتكلم ان السنة هم متوقعين السنة هتقفل على 22%. ايضا النمو
كانوا متوقعين 4%، دلوقتي بيتوقعوا ان ده هيقل ل 3.5%. 2017 2018 هم كانوا متوقعين التضخم هيقل ل 13%، دلوقتي بيتكلموا انه لو وصل 16.9%، يعني يقولوا ب 17% يبقى كويس، وده رقم برضو عالي جدا، وهم هيقابلوا المجموعة الاقتصادية هيقولوا لهم ده هذا رقم شديد الارتفاع، لا يمكن ان انت تسيب الناس عايشة وسط اسعار عالية من السلع ده بالشكل ده. ليه؟ لان انت كده واحد بتاكل مدخرات المصريين، اتنين دخل المصريين بيقل، تلاتة الاستهلاك بيقل، لما الاستهلاك بيقل انا كمان عندي الانتاج يقل، وبالتالي حركة الاقتصاد كلها تدخل في مرحلة ركود. كمان الاستثمار ما يرضاش يدخل، لانه بيقول لك طب انا هستثمر ليه؟ صحيح السوق ضخم، لكن انا استثمر ليه اذا كان انا عندي تآكل في قدرة المصريين على الشراء؟ انا بحاول ابسط الامور بشكل بسيط. وايضا توقعاتهم للنمو بقت يعني 4.8%، هنا هم متفائلين شوية مقابل 4.4 ونص، هم كانوا متوقعين 4.8%. هم عندهم تفاؤل أكتر شوية في السنين القادمة، يعني لو شفنا جداول السنوات القادمة هنكتشف إن هم يعني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من السنة دي. فمثلا نلاقي إن هم متوقعين بقى إنه يعني على 2021 2022 ربنا يدينا العمر بقى والصحة، ان التضخم هيبقى 7% ان شاء الله يا رب. يعني احنا بنتكلم في لسه شوفوا كام سنة على ما ينزل التضخم يبقى 7%، وان النمو هيوصل ل 6%. الحقيقة انه الرقم ده اللي هو 6% نمو هو ده الرقم اللي احنا لازم نوصل له السنة الجاية، لانه بدون هذا الرقم احنا مش هنقدر نشغل ناس، لا ومش هنقدر ان احنا نقلل من معدلات البطالة، ومش هنقدر ان احنا يبقى في دخل حقيقي في الاقتصاد المصري. إذن احنا هنا عندنا تقارير صندوق النقد والبنك الدولي هي بتتفق تماما ان الخطر الاساسي على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة هو ارتفاع الاسعار. ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وبأؤكد هذه هي القنبلة الموقوتة، لو الحكومة ما ابتدتش تبص عليها بشكل جيد وتشوف ايه السبب وهنقدر نعمل فيها ايه، احنا هنا بصراحة هنكون دفعنا الثمن ولم نجني الثمار. وهقول الجملة تاني، هنكون دفعنا الثمن ولم نجني الثمار. ده مش معناه انه الإجراءات الاقتصادية لم تكن سليمة، الإجراءات الاقتصادية كانت سليمة. وعايز أشرح الإجراءات الاقتصادية دي عاملة زي العمارة كده. إحنا لما بنبني العمارة أو بنبني أي مبنى بنبني إزاي؟ بنبني الأساسات الأول، أسمنت وأساسات وخرسانة وكده. الخرسانة دي هي الإجراءات الاقتصادية اللي إحنا اتخذناها، هي التعويم، هي الفي اي تي أو ضريبة القيمة المضافة، هي البدء في تخفيض الدعم على المحروقات، دي الأساسات. لكن ما اقدرش بعد كده اقول للعماره اطلعي لوحدك، ما اقدرش اقول طب يا جماعه عيشوا بقى انتوا المستثمرين يعيشوا مع بعض والصناع يعيشوا مع بعض واستغلوا بقى الديفالويشن والاسعار والارقام تطلع. لا، لابد من سياسات واضحه تبني العماره، تبني الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث، وانا بحاول ابسط الامور بشكل عشان الناس تفهم. الاساسات سليمه، لكن ما بعد الاساسات هو ده اللي محتاج ان احنا نفكر فيه، محتاج ان نفكر في السياسه الاقتصاديه، السياسه الماليه، السياسه الصناعيه، عاملين ايه للاستثمار؟ عاملين ايه للثقه؟ فكره الثقه في الاقتصاد، احنا عندنا ازمه ثقه. ليه ازمه ثقه؟ ببساطه شديده جدا، المستثمر بيقول لك وانا اجي استثمر في مصر وتاني يوم اخش السجن، وقضيه هاينز قدامنا، وانا اجي استثمر في مصر ويكون عندي مشكله وما يبقاش عندي تقاضي سريع يحل لي المشكلة دي، وناجي استثمر في مصر ولما اجي فلست ابقى مش عارف اخرج بره البلد، وناجي استثمر في مصر وما اقدرش اخرج ارباحي، كل دي أزمة ثقة. فهذه أزمات مهم جدا ان احنا نواجهها. وفي سؤال مهم جدا، هل بعد التعويم وبعد الإجراءات الاقتصادية هل الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الحقيقي ده اللي هو ايه؟ السياحة، الصناعة،
الانتاج، التصدير، هو ده الاقتصاد الحقيقي. البورصة على عيني وراسي احد المؤشرات، لكن الاقتصاد الحقيقي، هل الاقتصاد الحقيقي بدأ يستفيد وهل الاستفادة كاملة؟ ده السؤال اللي هنبتدي نسأله لضيوفنا الآن. ومعي على الهاتف السيد وزير التجارة والصناعة السيد طارق أبيل. مساء الخير يا سيادة الوزير. مساء النور يا استاذ لميس، ازيك؟ سؤالي، هل بدأ الاقتصاد الحقيقي في مصر وحضرتك مسؤول عن جزء منه، في أرقامنا ابتدت تقول ان احنا ابتدينا نستفيد من الإجراءات الاقتصادية التي قمنا بها؟ اعتقد بدأنا، يعني طبعا احنا بنتكلم بالنسبه للصناعه والتجاره، نعم. يمكن احنا بدأنا من السنه اللي فاتت في حمله ترشيد الواردات وزياده الصادرات، وقدرنا ننزل عجز الميزان التجاري السنه اللي فاتت في حدود 9 مليار دولار. 7 مليار كان نزول في الواردات و2 مليار زياده في الصادرات في ظل ظروف صعبه جدا السنه اللي طبعا فاتت، كانت عدم توافر العمره والعمله ومفيش فلوس كافيه لقطع الغيار والمواد الخام. النقطه برضو اللي بحب اقولها انه 7 مليار دولار اللي نزلوا من الواردات دول مش ما نزلوش استهلاك، دول اتعوضوا بصناعه مصريه. عشان كده هتلاقي قطاعات عديده من الصناعه المصريه نمت بشكل كبير جدا خلال السنه اللي فاتت. لو جينا بصينا في اخر ربع من 2016 الانتاج الصناعي وصل الى حوالي 40%، ده رقم الى حد كبير غير مسبوق. كان قبل كده ايه يا فندم الرقم ده؟ لا كان قبل كده في حاجات كان ماشي في فترة بالسالب. فالنمو الكبير في الانتاج الصناعي ده مؤشر كويس جدا، بيقول ان الصناعة بدأت تتحرك بسرعة عالية. الكاباسيتي بتاعتها، يعني في مصانع كانت شغالة ب 30 و20% كاباسيتي، المصانع دي كانت هتقف. النهاردة المصانع دي شغالة إلى حد كبير ب 70 و80% كاباسيتي أو حجم إنتاج يعني، وده اللي بيخليها تقدر تستمر وتحسن جودتها ويبقى سعرها منافس للي جاي من بره. طيب التصدير يا سيادة الوزير، التصدير بقى لأنه ده أحد مؤشرات أيضا الاقتصاد الحقيقي، هل استطاع التصدير أن يستفيد من الإجراءات الاقتصادية ولا ما استفادش لسه؟ لا بالعكس، بدأ يستفيد. يعني لو جينا بصينا على يناير الصادرات زادت 25% في المية، فبراير زادت 19%، 25 مارس عن ايه؟ عن يناير السنة اللي فاتت 2016. واحنا بين هنا بنقارن قيمة ولا حجم ولا ايه يا سيادة الوزير؟ نقارن فلوس. فلوس يعني لما اجي اقول لك مثلا الصادرات في يناير كانت مليار و700 مقابل مليار و300 في 2016. فبراير دولار طبعا، كانت بنقارن بالدولار مش كده ولا بالجنيه؟ بالدولار، كله بالدولار، بالدولار. الصادرات بالدولار. فبراير مثلا كان الصادرات المصريه السنه دي مليار 840 مقابل مليار 540 في خلال السنه اللي فاتت. فانت بتتكلمي على مثلا زياده في الصادرات 700 مليون دولار في شهرين. دي طبعا الى حد كبير نسبه كويسه وان شاء الله بتستمر في الصعود. طبعا لازم ناخد بالنا ان الصناعه بتاخد شويه وقت عشان تزود الكاباسيتي بتاعتها عشان تقدر تواكب حجم الزياده في السوق. لان برضو الارقام دي متدنيه قوي يا سياده الوزير الحقيقه، يعني حتى بهذه الزياده ال 25% احنا بنتكلم في ارقام متدنيه اذا كنا نريد ان نحقق طفره حقيقيه. هي بصي ما اقدرش اقول متدنيه، بس اقدر اقول ان فرصتنا في زيادتها كبيره جدا، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. يعني 25% صادرات في شهر برضو ده رقم مش وحش. خلي بالك برضو ان احنا اخذنا قرار التعويم وقرارات اقتصاديه اخرى في نوفمبر، فده يناير، يعني حتى يمكن مش بالضروره تاثير العمله كله هيكون منصب فيه، لانه الصادرات فيها تعقيدات وفيها تكلفة إنتاج فتاخد شوية وقت إنها تبتدي تظهر. لكن أنا اللي يهمني إنه الاتجاه أو الترند ماشي في الاتجاه الصح، وده اللي احنا شغالين فيه. أنت قلت برضو نقطة مهمة يمكن أنا كنت بسمعها في خلال تقديم حضرتك للبرنامج على حجم السوق. نعم. لما بيحصل طبعا تضخم إلى حد كبير حجم السوق بيقل.
ايوه بالظبط. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنكمل على ترشيد الواردات، بحيث انه ندي فرصه الصناعه المصريه نكبر لهم حجم السوق على حساب ترشيد الواردات وليس على حساب الاستهلاك. فدي برضه نقطه مهمه جدا لازم تتاخد. بس لازم اسال حضرتك انه هذا ان التضخم بيحجم لك فرصه توسع الصناعه، يعني المنتج ده هيقول طب انا انتج ليه اذا كنت عندي تاكل في قدره المصريين على الشراء، على الشراء اهو. يعني انا بحاول بس ابسط للناس الموضوع التضخم وارتفاع الاسعار وكده. فهو انا لما بيكون مرتبي 10 مش قادر اصرف فيه على حاجات معينه اكتر من 3 مثلا، طب ما هو المنتج ده هيضطر ان هو يقلص انتاجه ايضا. كلام حضرتك مظبوط. خليني اشرح النقطه اللي انا كنت بحاول اقولها. لو افترضنا ان حجم السوق 100 افتراض جدلا، وكان الواردات 60 والانتاج المحلي 40، لو حجم السوق نزل الى 80 على اساس هذا التضخم، بس بدل ما اخلي حجم الواردات 60% خليتها مثلا 35%، يبقى انا كبرت حجم السوق بالنسبه للانتاج المحلي وخليته اكبر من السنه اللي فاتت، فبالتالي يتيح لي التوسع وزياده الطاقه الانتاجيه بتاعته. ده اللي احنا بنحاول نعمله في خلال السنه دي عشان نعدي فتره التضخم. يعني التضخم هيعيش معانا لمده سنه لغايه ما نبتدي نوصل الى نوفمبر اللي جاي، يبتدي يقابل نوفمبر اللي قبليه، تبتدي النسبه تبتدي تتحرك في النزول. طيب ايه بقى الاجراءات اللي حضرتك او الحكومه كلها بتتخذها؟ وخلينا نتكلم على الصناعه والتصدير. اولا لازاله العقبات امام الصادرات، وانها تكون يعني دفع الصادرات بشكل اكبر، وامام الصناعات، يعني عندنا صناعات متعثره، عندنا مصانع متعثره. ايه الاجراءات اللي بتاخدوها لدفع الصناعه ودفع الاقتصاد الحقيقي؟ احنا عايزين الاقتصاد الحقيقي هو اللي ينمو. بصي، في اجراءات عديدة، والواحد يمكن عشان احنا في نص الأزمة الواحد أحيانا ما بيقفش ويشوف ايه اللي اتعمل في خلال السنة اللي فاتت. يعني في إجراءات عديدة اتعملت في خلال السنة اللي فاتت أقدر أقول غير مسبوق. خليني أدي مثال الأراضي الصناعية. الأراضي الصناعية طول عمرها أزمة الصناعة، سواء من ناحية السعر أو من ناحية الكميات، الأراضي المطروحة والعملية كلها عرض وطلب، فبالتالي لما يكون في عرض أقل للأراضي الصناعية أتمنها بتزيد. السنة اللي فاتت فقط 2016 نزلنا 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية. عشان أقول لك الرقم ده شكله إيه، من 2007 ل 2015 نزلنا 9.5 مليون متر. يعني في سنة واحدة نزلنا أرض صناعية أكتر من اللي نزل في 9 سنين اللي فاتوا. في حاجتين أحب أقولهم لك فيها، حاجة كويسة وحاجة مش كويسة قوي. الحاجه الخلاصه النقطه اللي انا عايز اقول فيها دي، انه كل الاراضي الصناعيه اللي نزلناها بالرغم من هذا الحجم الكبير اللي نزل حصل عليها اوفر سبسكريبشن، يعني حصل عليها طلب اكتر منها، وده طلب شيء زيادة. جميل. ده شيء اقول طبعا لك شيء ده معناه رائع. ان هناك يعني ان هذا السوق او المصنعين عايزين يشتغلوا وعايزين اراضي. تمام، فده شيء جميل انه الزياده حصل بهذا او الطلب بهذا الشكل. فاحنا السنه دي بنشتغل ان احنا ننزل 15 مليون متر، يعني انا هكون اكثر سعاده لما يبقى عندي اراضي فاضيه ومش لاقي صناع. لكن الى الان الحمد لله الطلب على الاراضي الصناعيه اكثر من اللي احنا قادرين نوفره، بالرغم من ان احنا زي ما قلت لحضرتك نزلنا في 2016 اكتر من اللي نزل في ال9 سنين اللي فاتت. زائد ان احنا طبعا بنتوسع في المجمعات الصناعيه بالتراخيص الجاهزه سواء في القاهره، وبنعمل 200 مصنع في كل محافظه في الصعيد، وده بيخدم الصناعات الصغيره. لو ده من ناحيه اتفضل يا فندم. ده من ناحيه الاراضي اللي هي روح الصناعه، يعني ما فيش حد يقدر يعمل صناعه من غير اراضي. دي احنا شغالين فيها بكل الطاقه القصوى مع وزارة إسكان مجتمعات العمرانية، مع وزارة التنمية المحلية وكل الوزارات الأخرى. الشق الثاني، الشق التشريعي، واللي هي اللي حضرتك أشرت ليه بشكل غير مباشر، اللي هي بعض العقبات طبعا اللي بتقابل الناس. لما نيجي نبص على برضه
التشريعات اللي نزلت في خلال السنة اللي فاتت يعني أقدر أقول لك إلى حد كبير تشريعات غير مسبوقة. يعني لما تيجي تبصي للاستثمار، واحدة من أول حاجتين عائق للصناعة هي التراخيص الصناعية. النهاردة البنك الدولي كان بيقول إحنا بناخد 634 يوم نخلص ترخيص صناعي، مفيش صناعة تنمو بهذا الأسلوب. الوزارة قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه وتم إدخاله لمجلس النواب، وتم الموافقة عليه في مجلس النواب مع لجنة الصناعة والجلسة العامة من حوالي 3 أسابيع، وفي خلال الشهر ده إن شاء الله هننزل اللائحة التنفيذية. عشان أشرح لحضرتك برضو الطفرة كبيرة جدا، إحنا هننزل التراخيص الصناعية من 640 يوم أو 634 يوم إلى أقل من أسبوعين. ده شيء مبهر، ده لو حصل فعلا سيادة الوزير ده شيء مبهر. لا هيحصل إن شاء الله. إن أنا آخد التراخيص عشان أعمل مصنع في أقل من أسبوعين؟ ده اللي إحنا هنعمله إن شاء الله. أقول لك ليه العملية ببساطة، تغيير الاسلوب النظره لهذه الصناعه. احنا النهارده القانون الحالي اي حد عشان يعمل ترخيص صناعي لازم ياخد موافقه مسبقه، سواء هذا المصنع كان فيه 10 عمال او فيه 4000 عامل. كله لازم ياخد موافقه مسبقه. القانون الجديد هيدي الترخيص بالاختيار لحوالي 80% من الصناعات. فانت سيادتك هتختاريني وتبتدي تشتغلي وانا هشتغل معاك اقول لك ايه الاشتراطات. 20% من الصناعات اللي بتحتاج موافقات بيئيه او امنيه او صناعات ثقيله دي اللي بتاخد موافقه مسبقه قبليها، لكن 80% من الصناعات هتاخد الموافقه في خلال الاسبوعين. الشق الثاني اللي احنا دخلناه لاول مره القطاع الخاص من خلال مكاتب الاعتماد. بنعمل كواليفيكيشن او تاهيل لمكاتب الاعتماد بحيث الصانع لو يروح ياخد رخصه من هذا المكتب الاعتماد والاشتراطات او هياخدها من هيئه التنميه الصناعيه. فده واحد من العوائق الرئيسيه اللي كانت في الصناعه. ده ان شاء الله اللائحه التنفيذيه بتاعته هتنزل في خلال ابريل باذن الله. اخذنا طبعا تشريعات عديده ثانيه زي قانون سجل المستوردين، قانون هيئه سلامه الغذاء، يعني في قوانين كانت واقفه بقالها 14 15 سنه منهم قانون هيئه سلامه الغذاء. الكلام ده كله خلص. ده مش بس بيفيد الداخل بس بيفيد كمان الاستثمار الخارجي. نعم. ان احنا بدانا نمشي في الاتجاه الصح. يعني طبعا كميه القوانين اللي نزلت والتشريعات اللي نزلت من مجلس الوزراء لكل الوزارات الحقيقه، انا مش بتكلم عن الصناعه والتجاره فقط، بحاول غير مسبوق. تاثيرها طبعا هل هو فعلي immediately مختلف من قانون لقانون؟ يعني الترخيص احنا هنفعله ان شاء الله في الحال اول ما تصدر اللائحه التنفيذيه، وعشان حتى ما كناش نستنى اللائحه التنفيذيه المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اقرينا من اكثر من كذا شهر الرخص المؤقته، اللي بحيث ندي رخصه مؤقته لمده سنه يسمح انه لما قانون جديد يطلع الناس تقدر تشتغل. طيب دي اخبار كلها سعيده. انا بشكرك سياده الوزير طارق ابيل وزير التجاره والصناعه، ومعي على الهاتف ايضا دكتور علاء عرفه رئيس مجلس اداره مجموعه عرفه القابضه. دكتور علاء، هل حضرتك شايف ان الاقتصاد الحقيقي بدأ يستفيد من آثار الإجراءات الاقتصادية؟ هل أنتوا بتصدروا بشكل أفضل؟ هل حاسين أنه الطريق يتجه إلى أفضل؟ مساء الخير يا أستاذة رنيس. أنا مش هكلمك بطريقة على تشريعية، أنا هكلمك بطريقة علمية شوية عشان معلش مش هاخد من وقت شوية، لكن هشرح لك حاجة مهمة قوي. في فرق بين الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية. إحنا لما عوننا الجنيه عوننا، إحنا مصر كان عندها أزمة مالية وأزمة اقتصادية. الأزمتين مرتبطين لكن علمياً منفصلتين. الأزمة المالية إحنا كان عندنا أزمة مالية. تعويم الجنيه اللي حصل حل الأزمة المالية لكن هو مفتاح لحل الأزمة الاقتصادية.
لكن التعويم كان اساسا لحل الازمه الماليه، في فرق بين الماليه والاقتصاديه. نعم. فخلينا نبص على الازمه الماليه. احنا لسه النهارده خدنا عملنا خطوه واحده اللي هي ما عملناش حريه تداول كامله، احنا عملنا حريه تداول بس نقدر يعني حريه البيع، لكن ما تقدريش حريه التداول ليست كامله. فحريه التداول بتاعه العمله ليست كامله، هي لسه نص بس ما عملناهاش كامله. فده نص اولاني. النص الثاني، احنا عجله التنميه توقفت بسبب الظروف اللي حصلت في مصر في الفتره السابقه. عجله التنميه عشان تدور تاني محتاجه عزم، ده مش زرار اون اوف، يعني مش هتدوسي على زرار تحرك الدنيا، لكن هتاخد وقت عشان تنمي. اكيد ان احنا خدنا خطوات صحيحه، اكيد ان احنا بنصدر احسن، لكن ان احنا نسترجع الاسواق اللي احنا فقدناها، كل واحد ما عرفناش نحتفظ بيه في الفتره السابقه سابنا وراح لحد تاني. فلازم نبتدي تاني نبني سوق من جديد. المهم ان احنا نستمر باستمرار في ان احنا ننمي الاقتصاد، لان المشكله النهارده النمو، المشكله الاساسيه اللي انت بتتكلمي فيها هي مشكله نمو اقتصادي. والنمو الاقتصادي اهم كتير، مش اهم، الازمه الماليه طبعا اهم وحاده، لكن النمو الاقتصادي هياخد مننا وقت علشان ينمو، لان احنا ندور العجله، نسترجع اسواقنا، نبتدي نصدر اكتر، نبتدي نكبر اسواقنا، نبتدي نبني طاقات، نبتدي نعلم عماله جديده، نبني طاقات في موارد بشريه تنمو، استثمارات تيجي. طبعا اسعار الفايده على الجنيه المصري عاليه جدا، وده بيصعب النمو، لان رؤوس الاموال تكلفتها بقت عاليه جدا، لان اي حد النهارده يروح يستلف في البنك يتكلف. بس ده في اتجاه انها قد ترتفع اكتر من كده كمان يا دكتور علاء. طب ما هو يعني احنا دي مشكله لازم، لانك عندك تضخم معدلاته عاليه جدا. ما هو علشان كده احنا كلنا بنستلف النهارده عشان نقدر نصدر، بنلجا للاستيراد بعملات مختلفه. ان احنا نستلف عملات، مش ما بنستلفش جنيه، لان احنا عشان ندفع للبنك 17 18 19 ويمكن 20% كمان، ده معناه ان هو صعب جدا ان انت تحققي نمو في ظل فايده زي ده. انا عارف ان احنا مضطرين ان احنا نزود الفايده، لكن هناك سبل اخرى بنلجا لها، ان احنا نسود، ان احنا نستلف بعملات مختلفه. ايه اكتر حاجه بتقلقك الفتره اللي جايه؟ ان احنا نتراجع عن الاصلاحات. ان احنا نتراجع، احنا نتراجع. اكتر اهم حاجه، والعالم كله بيتفرج علينا، العالم كله بيتفرج. هل الازمه دي، هل الوضع ده هيخليك ترتد عن الاصلاحات؟ اصل انت عندك قدامك اصلاحات تانية، بس هو السؤال الاخر، هل الناس هتستحمل مزيد من الاصلاحات؟ ما هو ده كمان الاصلاح له ثمن، ولحد دلوقتي الناس دفعت الثمن وما خدتش العائد، فهل الناس كمان هتستحمل مزيد من الاصلاحات؟ انا اعتقد ان الناس، احنا كلنا هنتعب، احنا كلنا حاجة والناس حاجة. الناس مش هتستحمل مزيد من الاصلاحات، ده قولا واحدا. يبقى احنا محتاج مزيد من الاستثمارات، والحل الوحيد هو التصدير. الحل الوحيد لمصر للتنمية هو التصدير، لسبب ان السوق المحلي النهارده بينكمش. ايه اللي بيعطل تصديركم؟ يعني حضرتك واحد من اهم المصدرين في مصر. ليه تصدير؟ يعني هل تصديرك زاد بنسبة كام؟ احنا ما اقدرش اقول لك ان احنا النهارده زدنا اكتر من 10% بس، فقط ده قليل جدا، لان احنا لسه بنستعد اسواقنا، بنطمع ان احنا السنه اللي احنا فيها دي على اخر السنه نوصل لل 20% زياده، لكن احنا بنبني طاقتنا من جديد وبنبني اسواقنا من جديد، لان احنا كنا في حاله جمود لسنين طويله بسبب سعر الصرف، كانت في سياسات صعبه جدا، وظروف ظروف البلد كانت صعبه. احنا مرينا بثورتين، ظروف صعبه، مرينا بظروف صعبه طبعا جدا جدا جدا، ولكن احنا اعتقد ان احنا لو استمرنا احنا هنقدر نضاعف صادراتنا،
بس لابد من الاستمرار في الاصلاح. بشكرك دكتور علاء عرفه، رئيس مجلس اداره مجموعه العرفه القابضه، ومعايا الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفه الصناعات الكيماويه اتحاد الصناعات. الوزير بيتكلم على 25% في يناير زياده في معدلات الصادرات، و40% زياده في معدل الانتاج الصناعي. معدل الانتاج الصناعي ده جه منين يا دكتور شريف؟ يعني في اي الصناعات احنا بنتكلم على انتاج صناعي زاد 40%؟ مساء الخير. اولا انا هو قال 40%، لا حته نمو صناعي ايه يا مان؟ ما خدش بالي برضه. قال 40% الناتج، ارقام الناتج الصناعي 40%، ف 40% قال لي ده رقم كبير جدا، كنا احيانا بيبقى بالسالب، فهل ده في اي الصناعات اللي زايده بالرقم ده؟ هقول لحضرتك حاجه، هو بالنسبه دلوقتي احنا بنتكلم على موضوع مثلا الصادرات في البدايه، المفروض ان احنا بعد التعويم النتيجه الطبيعيه ان احنا صادراتنا تزيد، يعني ده اللي هو هل زادت بالرقم اللي انتوا تأملون اليه؟ يعني ده الرقم اللي انتوا عايزينه، ولا في عقبات بتخلي الصادرات ما بتزيدش بالشكل الكبير؟ لا، هو في صناعات هتزيد بس ما زادتش. هقول لحضرتك في معدلتين. اول حاجه ان اي صناعه فيها مكون مصري عالي يزيد عن 60 70% هي دي اللي ممكن تبقى منافسه في السوق العالمي النهارده بعد التعويم. طبعا طبعا. لكن اول ما يبقى المكون الاجنبي موجود انت خلاص انت اتاثرت بالديفالويشن. بالظبط كده. فدي اول حاجه، اوكي؟ فلازم نبقى حاطين ده في اعتبارنا. فلازم اول حاجه يعني في خطه او في استراتيجيه الصناعه المصريه لازم ابقى مركز على الصناعات اللي انا عندي مكون عالي فيها مصري، اللي عندي فيها خامات مصريه، اللي عندي فيها العماله تمثل جزء كبير، اللي هي بحيث التكلفه بتاعتي 60 70% بقت مكون مصري. لو اتخذت ولازم دايما في التخطيط، واظن وزاره الصناعه عامله استراتيجيه 2020 لخمس قطاعات صناعيه شغالين فيها، منهم الصناعات الكيماويه، المفروض انها ايه تصل لنتيجه ايجابيه في هذا الموضوع. انا النهارده عشان اجي اصدر النهارده عندي مشكله، مش مشكله بالعكس التعويم ساعدني في كساد في السوق العالمي. مثلا هقول لحضرتك حاجه، مثلا حاجه هتكلم على القطاع اللي انا بشتغل فيه، قطاع السماد. عالميا النهارده في كساد في السوق العالمي، في الطلب قل جدا لسبب او لاخر، احنا بقى لنا سنه او سنتين دلوقتي بيقل والاسعار بتقل بشكل غير طبيعي. التعويم ساعدنا ان احنا نحتفظ بالماركت شير اللي هو كان هيبيع منه لو ما كانش في تعويم، اوكي؟ يعني ده حاجه، يعني ده اللي ساعد. انما طبعا الظروف طبيعيه كنا هنزيد صادراتنا ب 20 و30%، لان احنا اصبحنا منافسين في هذا القطاع من الصناعات او صناعات الكيماويه وصناعات الاسمده بالذات. احنا هنا فيها منافسين النهارده، يعني لان معظم مكوناتنا مصري يعني. انما السوق العالمي مش مساعدنا، اوكي؟ فده حاجه خارج ارادتنا، دي حاجه بقى ما حدش يقدر فيها يتكلم فيها يقول يعني نعمل ايه لما السوق العالمي يتحسن. بس على الاقل خلتنا ما نقلش، بل بالعكس ممكن نكون زدنا 10% في الحدود دي يعني من ساعه التعويم، اوكي؟ انما كبوتنشال موجود ممكن نزيد طبعا 30 و40% ده اكيد في بعض الصناعات مش في كل الصناعات، اوكي؟ عشان نبقى عارفين برضه الحكايه دي. التعويم الناحيه الثانيه الصناعات بقى اللي هي كنا بنستورد حاجات كتير من بره ممكن نصنعها في مصر وتبقى للسوق المحلي، ما تبقاش بس على الاقل هقلل الصادرات بتاعتي الواردات اللي كنت بستوردها. وفي ناس يعني كتير ابتدت تتشجع انها تعمل صناعات محليه بدل الحاجات اللي كانوا بيستوردوها، بس طبعا الحاجات دي هتاخد وقت. المشكله ان احنا بنتكلم، احنا الكلام ده كان في نوفمبر يعني، واحنا النهارده في شهر ابريل لسه الوقت، في وقت عبال ما نظبط. هل التضخم، ارتفاع معدل التضخم بيأثر عليكم؟ بيأثر علينا طبعا. انا هيبتدي من ناحيه اخرى النهارده ان في طبعا عندك عماله وعندك كده عاوزه ليها متطلبات النهارده مع الوقت طبعا مش هيقدر يستحمل على طول يعني. ما هو برضه لازم نظبط الحاجات دي، الصناعه المصريه هتضطر تظبط النهارده تاني يعني. وقت الثوره المرتبات زادت بنسبه 200 و300% النهارده تاني مع التضخم طبعا هتعمل في طبعا جزء اجتماعي لازم تاخدي بالك منه، العمال بتوعك النهارده في الصناعه، فده برضه هيأثر فهيرفع طبعا اكيد التكلفه بتاعت العماله. والعماله اذا زادت عن 13 ل 14% من حجم الاعمال بتاع الشركه
يبقى دخلتي في الخطر. المفروض دايما حاجه النسبه الامنه في تكلفه العماله بالنسبه للتيرن اوفر او حجم اعمال الشركه في حدود 12 ل 15%، دي تبقى صناعه يعني قايمه على الاسس سليمه. فطبعا ده هيبقى احد العوامل اللي هتاثر علينا في المرحله الجايه، فلازم ناخد بالنا برضو من النقطه دي. النهارده احنا برضو لازم عندنا ثروات كتيره في مصر، ثروات معدنيه ممكن نستغلها ونعملها قيمه مضافه بدل ما نصدرها، بس قانون الثروه المعدنيه لازم يتعاد تاني، ولازم طبعا وزاره الاستثمار مع وزير البترول يبصوا في الموضوع ده، لان الموضوع ده ما حدش عارف يلمسه لحد دلوقتي خالص. صحيح، لان احنا بنصدر الخام ونرجع نستورده مره اخرى بفلوس اكتر. والقانون لا يشجع على الاستثمار، لا يشجع على الاستثمار، صحيح المعدنية خالص خالص، ما حدش عاوز يلمس الموضوع ده لحد دلوقتي. ده برضه ده لو اتفتح وحصل استثمارات في مجال التعدين هيفتح صناعات لا اول لها ولا اخر في هذا المجال يعني، وهيدينا فرصه ميزه كبيره ان هيبقى المكون المصري عالي. فاحنا عندنا امكانيات كبيره، بس محتاجين وقت، محتاجين بعض القوانين خاصه القانون الثروه المعدنيه ده، بس عشان نعدي مرحله التضخم. طبعا انا متوقعين كانت تقعد 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر. طبعا الاستاذ علاء عرفه برضه كان بيتكلم على الفوائد، النهارده مش ممكن النهارده ازاي تعملي صناعه في مصر و 18% و 19% والدولار ب 18%، يعني ب 18 الدولار ب 18 جنيه. الاثنين دول مع بعض يقتلوا اي صناعه النهارده. فعشان تنمو صناعيا لازم تتعاملي مع موضوع الفوائد. الصناعه بس انت على الجانب الاخر ما تقدرش تسيب الناس كده. ما تقدرش تسيب الناس وتسيب يعني ما تقدرش تسيب الناس بمعدلات يعني تضخم بهذا الشكل. احد حلولك هو ان انت ترفع الفايده عشان تديهم حاجه في ايدهم. انا معاكي 100%، انا معاكي، بس ده كان لازم هنمر بيه، ده ما كانش ممكن. بس طبعا ايه بقى كان المفروض اللي هو ما يسموها شبكه الامان والسيفتي نت او وات ايفر بيسموها يعني، المفروض الجزء السلع الاساسيه كان لازم تاخد فيها قرار ما تدفش باي طريقه. دي بالذات لازم كنا نحافظ عليها ونعمل عجز موازنه. ما هو في قصه كده يعني، ما هو بقى ما هو بس مرحليا محتاج المرحله دي عديها لحد ما الدنيا تظبط نفسها. يعني في مرحله انت لازم تعديها صعبه، بس ما تقدرش ترجعي في القرارات الصادره، ما نقدرش لا رجوع. بشكرك دكتور شريف الجبلي. ايضا معايا المهندس مجدي طلبة عضو هيئه تنميه الصادرات. مهندس مجدي، يعني ايضا حضرتك احد المصدرين، هل حاسس ان صادراتك زادت بقيمه المفروض تزيد بيها، وايه اثر التضخم عليك؟ مساء الخير استاذه لميس. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي شخصيا، انا يمكن عندي سن زياده في مصانع في الصادرات، بس انا اللي يهمني الحقيقه الواقع العام لمصر. انا شايف طبعا الزياده في الصادرات المصريه محدود جدا جدا، يعني لا يرقى الى لا تاريخ ولا مستوى مصر. طبعا يعني انت جايباني في موقف صعب، لانه انا طبعا بعد المهندس طارق، وده راجل الله يكون في عونه لكن له كل احترامه، واللي بيعمله الحقيقه يعني فوق طاقه البشر، لما المشكله مش عنده لوحده. وطبعا علاء وشريف في اخواتي، فموقفي صعب ان انا اتكلم بعدهم. لا بس اكيد عندك وجهه نظر. احنا هنا في النهايه كلنا من اجل يعني بنتكلم عشان نتناقش من اجل المصلحه العامه يعني. بص حضرتك، انا عندي قناعه شخصيه بهذه الدوله. مصر دوله عظيمه فيها امكانيات نمو صناعي وتصديرات. احنا اتعلمنا ان الصناعه هي القاطره اللي بتقود الاقتصاد، اي اقتصاد مش هينمو بدون الصناعه. انا شايف الحقيقه ان احنا معظم كلامنا دلوقتي بنتكلم على مستقبل ومشاريع جديده واراضي جديده ومناطق جديده، طب الواقع اخباره ايه؟ احنا عندنا صناعه النهارده محطوط فيها مليارات بقالها 40 و50 سنه وبتعاني بقالها 5 6 سنين. عندنا مصانع بتشتغل بطاقات 20 و30%، ما احنا يعني انا اتعلمت من احد اساتذتي الوزراء الماليه السابقين انه يعني في وضع زي ده لازم اكون يعني اصلح عربيه لازم اكون ميكانيكي، فلازم افهم اليات المواضيع. انا النهارده عندي مليارات اقدر انميها في فتره زمنيه محدوده جدا، يعني اسرع وابقى من على التوازي ان انا اشتغل على المستقبل البعيد او المستقبل المتوسط. احنا فين من هذا الكلام؟ عندنا صناعه بتشتغل ب 20 و30 مصانع و50% طاقه في معظم القطاعات، اقدر ازود مليارات فورا. عندنا تضخم، التضخم مقبول بنسبه معقوله، بس مقابل التضخم التضخم غير مقبول، التضخم عالي جدا يا استاذ مجدي. ما انا بقول لحضرتك اذا كان بنسبه معقوله مقبول، بس لازم يوازي خلق مميزات على راسها فرص عمل، ان الناس تلاقي فرص عمل يكون يقبل انه يعاني جزئيا من التضخم. انما احنا الحقيقه عندنا مشكلتين، عندنا تضخم زياده عن اللزوم
وفي نفس الوقت عندنا نسبة بطالة خصوصا في سن الشباب مرعبة. يعني أنا مش عايز أقول الأرقام اللي شبه حقيقية. فالمعادلة عندنا الحقيقة صعبة. الصادرات بكرر تاني متواضعة جدا. احنا النهاردة بنتكلم على صادرات حوالي 20 مليار دولار. يعني أنا آسف إن أنا أقول لحياتك إن في دول يعني بند واحد في بلد اسمها بنجلاديش منسوجات 32 مليار. صحيح. فيتنام 170 مليار. فأنا بخجل الحقيقة إن أنا أقول إن دي أرقام مصر. طبعا دي مش عيب او مش مسؤوليه الموجودين، انما جاء الوقت الحقيقه ان يحصل بقى نوع من الثوره. احنا تاخرنا كتير. ما ينفعش يا استاذ رميس نتحرك بخطوط متباطئه او بخطوط، يعني احنا محتاجين نجري شويه. احنا تاخرنا عن العالم، محتاجين نقرب، محتاجين ثوره في كل حاجه. محتاجين اولا نعمل خريطه للواقع، احنا فين؟ مصانعنا اخبارها ايه؟ يعني انا مش معقول النهارده ان غير معلن عدد المصانع المغلقه والمتعثره. يعني طب الاستثمارات دي كلها ليه ما شغلهاش وجيب لها نتيجه بسرعه؟ اللي زمايلي اتكلموا فيه النهارده ازاي الصناعه هتنمو بتمويل قصير الاجل وبدون تمويل؟ النهارده لو تشوفي حضرتك محفظه الجهاز المصرفي المصري وما هو متاح لتمويل الصناعه وما هو تمويل القطاع الخاص، اللي المفروض ان الدوله اقرت ان القطاع الخاص بيمثل اكثر من 70% من موازنه الدوله، هتلاقي حياتك لا تتعدى 6-7% من محفظه البنوك. صحيح. معظم الدول اللي زينا النسبه دي بتصل 40%. ازاي النهارده انا انافس، بالذات احنا بنتكلم على صادرات، انافس دوله ازاي وانا بدفع فوائد قد تصل الى 20%؟ وربنا العالم النهارده احنا التمويل بيتاخد ازاي وصعوبته ومدته وضماناته في دول النهارده زي دول جنوب شرق اسيا اللي هي التايكونز اللي طالعين دول بيدفع 1-2-3% نفس الشيء. فاحنا الحقيقه محتاجين ان احنا يعني واقفه مع النفس شويه. واقفه يعني مع النفس. انا بشكرك مهندس مجدي طلبة عضو هيئه تنميه الصادرات، وانا هاخد من هنا واقفه مع النفس لانه الارقام مقلقه. ممكن يكون في المستقبل في حاجات قد تبدو مشرقة، ولكن أنا دلوقتي وضع الواقع مقلق بالنسبة لي. واحد، تضخم مرتفع، معدلات نمو بعد ما كنا متفائلين بمعدلات أعلى ابتدينا نتراجع، وده مش كلام بس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لا ده كلام أيضا صندوق النقد والبنك الدوليين اللي هيواجهوا بيه المجموعة الاقتصادية. ثلاثة، البطالة. ما هو كل ده بيترجم لإيه؟ لفرص عمل. هل عندي فرص عمل تشغل الناس؟ أنا عندي 3.5 مليون عاطل في مصر، دول قنابل موقوتة، وكل سنة بيخش لي سوق البطالة، أو يعني كل سنة عندي 500,000 عايزين يشتغلوا جداد، فبيزيدوا على 3.5 مليون. طب مين اللي هيشغل دول؟ فالحقيقة أنه القرارات كانت سليمة، ولكن ما بعد القرارات، واحد، بطيء جدا، اتنين، مش شايفين اثره على الارض، تلاتة، الحقيقة انه واخد وقت طويل. يعني قانون الاستثمار اخباره ايه؟ بقالنا 3 سنين بنشتغل في قانون استثمار، انا مش فاهمه، يعني مش فاهمه بيعملوا ايه، بيعملوا قانون ايه؟ ده قانون الهي مثلا ولا قانون جاي منين؟ اتنين، وفين حماية الموظف العام؟ تلاتة، فين القوانين اللي تخلي الناس، قانون الإفلاس وقانون العمل، القضية مش قانون الاستثمار بس، في قوانين تانية بتطفش المستثمرين. مستثمر جاي مش علشان يدخل السجن، مش علشان يقبضوا عليه لو لقوا حتى في مصنعه حاجة فاسدة. فالحقيقة انه يعني في قضايا كتير جدا محتاجة ان احنا ننظر اليها، ومحتاجة ان احنا نفكر فيها بشكل جيد. التضخم هو قنبلة موقوتة بتواجه هذا البلد إذا لم نتعامل معها إحنا. الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة. طيب أعتقد عندنا خبر. يا جماعة الخبر، طيب، على عودة سكاي نيوز، عندنا إصابة لأربع أفراد من قوة تأمين دير سانت كاترين في هجوم إرهابي. أعتقد أنه مصدر أمني أكد قيام مجموعة مسلحة مساء اليوم الثلاثاء بالهجوم على دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وإطلاق عيرة نارية من فوق الجبل. ده أعتقد على عهدة والداخلية أكدت منذ قليل استشهاد أحد القوات الأمنية وإصابة ثلاثة. طيب خلونا نرجع تاني. إذن نبأ عاجل منذ قليل
بإصابة 3 أشخاص في دير سانت كاترين، وعندنا استشهاد أحد قوات الأمن. طب خلونا نحاول إن احنا نتأكد كمان ونجيب معلومات أخرى. طيب الداخلية أكدت لنا الخبر، وإحنا دلوقتي بنحاول بس نوصل للمحافظ أو مدير الأمن. إذن حد بموتوسيكل إرهابي على موتوسيكل حاول إن هو الهجوم على قوة تأمين دير سانت كاترين، وفي استشهاد ضابط وإصابة 3 وإصابة 4 من أفراد الأمن. طيب هنخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل نواصل، هنتكلم على هذا الخبر ونعرف تفاصيل أخرى عن هذا الخبر. فاصل ونرجع. منذ سنوات دخلت هذه المنطقة مثلث مزبيرو ضمن ملف تطوير العشوائيات، وفي لقاء شعبي الشهر الماضي عرضت الحكومة على السكان عدة بدائل لإخلاء وحداتهم السكنية، ولكن وعلى ما يبدو أن هناك ثمة مشكلات أو مخاوف إن صح التعبير في ترك أهالي المنطقة لمنازلهم. بيقول لك هيديك شقة بنظام الإيجار التملكي ب 1600 جنيه شهريا لمدة 30 سنة، يعني 360 شهر، يعني بمعدل الشقة هتقف عليك حوالي بمليون و600 ألف، مع إن في التقييم بتاعه الأوضة 60 ألف. هو يعني بيقيم الأوضة بتاعتي عشان هو ابني بيقيمه رخيص، إنما ابنه هو اللي هو الشقة اللي هيبيعها لي هنا بيقيمها غالي. يقول لك 4 مليار للبدء في تنفيذ مثلث مزبيرو، بتقول الشقة بتتكلف 360 ألف جنيه. لو بنيت 4600 وحده هيتكلفوا مليار و400 مليون. انا ما عنديش حضرتك غير محل اكل منين انا وعيالي. ازاي اضمن الحكومه انها ترجعني تاني؟ ازاي بقى تقول لي امشي 3 سنين وارجع؟ ايش ضمن ان انا ارجع والايجار غالي جدا؟ معظم الناس عندنا 90% من اهل منطقه مثلث مزبيرو على المعاش الضمان الاجتماعي. دي منطقه شارع ابن اليزري الموازي من شارع 26 يوليا، واول نمر على 26 يوليا. انت واقف حضرتك في البلكونه على 26 يوليا الرئيسي. اذا كان الدوله عندها شق كريم بتقول عايز اطور عشوائيات، طب انا مش عشوائيات، طب ازاي ينطبق عليا كل البدائل اللي حضرتك بتقولها؟ نفس المنطقه هنا محاسبها بحد اقصى 4 اوض، في هنا عماير فيها شقق 6 اوض و5 اوض غير الصاله طبعا، وفي نفس الوقت مديني التعويض المادي نفس تكلفه العيشه والاوض اللي معموله عشوائي وخشب واللي اتعملت مخصوصا عشان خاطر التعويضات دي. وبعد أن استمعنا لشكاوى المواطنين ولاحظنا ضعف الإقبال على ملء استمارات البدائل، حملنا أسئلة واستفسارات سكان المنطقة للمسؤول الأول في صندوق تطوير العشوائيات. أنت عاوز تيجي تقعد في المنطقة، الإيجار غالي عليك، حضرتك هتقول لي هتقدم لي طلب. هنخلي الشؤون الاجتماعية تدرس هذا الطلب وتشوف الدخل الفعلي لهذه الأسرة. لو هو فعلا الأسرة دي غير قادرة على دفع الإيجار ده هنحاول نشوف حلول. الناس اللي هم عاوزين يخرجوا ويرجعوا في عقود هتبقى موثقه في الشهر العقاري بكل الضمانات اللي هم عاوزينها. اللي عاوز يطلع بره وعاوز شقه بديله عرضنا عليه شقه في الاسمرات، الشقه بتاعت الاسمرات دي بتاعتهم من اول يوم، يعني هو لا قدر الله صاحب الشقه لو توفى من اول يوم تورث لابنه، لو ابنه توفى بعديها تورث لابنه وهكذا. دلوقتي حضرتك العمارات اللي على 26 يوليو وفي بعض الشوارع الاخرى انا وعدتهم ان خلال فتره قصيره جدا هنجد لهم حلول بحيث ان هم يبقى لهم تعامل مختلف، وده حقهم برضه لان ما ينفعش حد عايش في مساحه كبيره وفي وضع في شارع كبير جدا اعمله زي منطقه تانيه جوه. وبين تصميم الحكومه على تطوير المنطقه ورفض بعض السكان لترك منازلهم، يبقى مثلث مزبيرو حتى الان على صفيح ساخن. خالد جمال، هنا العاصمه.